انا عايز اقول لكم على خبر، يعني هو حلو وفي نفس الوقت مش حلو. طيب كفايه بقى لف ودوران واتكلم على طول. استنى يا ليل، ايه يا ابني مالك كده؟ في ايه؟ ما تتكلم على طول. فاكرين موضوع السفر وان انا عايز اهاجر اللي هو اتكلمت معاكم فيه قبل كده؟ ايوه، وباباك ساعتها قال ان انت ما تجيبش سيره الموضوع ده تاني. عن اذنكم. استني بس يا ماما، استني يا ليلى. هي دي كلم يا حبيبي، قول في ايه. ما هو بصوا، انا جاي اقول لكم ان انا رحت السفاره وخدت التاشيره ومعايا تكت الطيران وهسافر. ايه؟ خدت الفيزا وقطعت تذاكر الطيران كمان؟ انت سمعت اللي هو قاله صح؟ ايه الكلام ده يا فادي؟ يعني ايه؟ انت عدمتنا خلاص؟ ابوك وامك دول مش اهلك؟ ازاي؟ ازاي تعمل فينا كده؟ تقطع تذكرة وهتسافر وتسيبنا وتمشي؟ يا ماما اهدي بس بالراحة. اهدى ايه وبالراحة ايه؟ انت مش سامعة؟ بيقولك قطع التذكرة ومسافر ومهاجر وجاي يبلغنا كده ويقول لنا باي باي يا ماما. هو ده؟ لا الكلام ده ما ينفعش. لا 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 لا، ازاي 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 يا فادي تعمل كده؟ اهدي يا ليلى اهدي. دهب دهب دهب. ايه يا بنت مالك انت تايهه؟ مفاجأة مفاجأة مفاجأة. انت مسروقة كده ليه؟ هو كل حاجة تقوليها 3 مرات؟ ايوه ما انا فرحانة. امال لو كنت زعلانة كنت تقولها لي كم مرة؟ اسمعي بس افهمك الأول. اتفضلي. بصي انا جالي اعلان جديد وانت معايا فيها دهوة. والنبي. ايوه. طيب وبعدين يعني؟ بصي بقى، المنتج ده بقاله 60 سنة، الاعلان بتاعته بتعرض على شركات كبيرة قوي وكل القنوات المشهورة، فهيبقى حلو. طب ومين البطل؟ بطل؟ يعني البطل اللي هيقف قدامي. بطل ايه؟ هو ده فيلم ولا مسلسل؟ ده اعلان عادي. لا يا حبيبتي، هو النجوم اللي زي انا ما تبقاش المسألة كده يعني سبهللة. لا لا، لازم اعرف مين البطل اللي قدامي واسمه هيتحط ازاي وهاخد كام ومين الكوافير ومين المكيير واخد وقت قد ايه كل ده. هو في ايه؟ انت مالك قلبتي يسرى فجأة كده ليه؟ لا ما تخربيش بيني وبين يسرى، انا ويسرى كده. ماشي يا دهوة. طب بصي انا هنزل دلوقتي اروح شركة الاعلانات وافهم كل اللي انت عايز تعرفيه بقى، المساحة والاجر والدور وكل حاجة، واجي اقول لك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. مش هاتي وسط. روح على طول. أنا شايف إننا أنا وأمكوا عملنا اللي علينا. لا مش عملنا اللي علينا بس، إحنا عملنا اللي علينا وزيادة، ويمكن عشان عملناه بزيادة ده اللي خلاكوا تبقوا متضايقين مننا. لا يا بابا، هو أنا ما أجرمتش عشان عايز أشوف مستقبلي. وحد منعك إنك تشوف مستقبلك هنا؟ ولا انت فاكر يعني انك لما تسافر هتنجح هناك؟ انا مش ماشي عشان البلد، انا مش عشان نظرات اللوم والاحباط اللي دايما كنت بحس بيها في البيت ده، انا مش عشان ما كانش فيه تشجيع، انا مش عشان كنت كل مره بلاقي منكو ان انا مش ناجح في قرار انا خدته. انا كنت محتاج بس تشجيع مش اكتر. وانت ما شفتش الغربه عملت ايه في دويدار؟ كلت عمره، غربته عن بيته واولاده. سيبيه سيبيه يا ليلى، انت عندك حق يا ابني، احنا اللي غلطانين، نسينا انت عندك هدف وحلم. انا اللي غلطان. استنى، طول عمري كان نفسي ابقى مهندس، ما عرفتش، حبيت اشوف نفسي فيه، خليتك مهندس غصب عني. حقك علي، اعمل اللي انت عايزه، وانت يا مريم انت حرة يا حبيبتي، تروحي برنامج تغني، اعملي اللي انت عايزاه، حتى كمان لو عايزة تسافري معاك تسافري. لا يا بابا، انا ما كانش قصدي ان حضرتك تحس بكده، انا قصدي بس ان انتوا تحسوا بيا يا جماعه، انا عايز انجح في الحاجه اللي بحبها ومش عارف انجح هنا. لا يا حبيبي، انا اللي اسف، احنا اللي اسفين، احنا غلطانين،
اعملوا اللي انتوا عايزينه. احنا ما فيش حاجه نقدر نعملها لكم دلوقتي غير ان نصلي لكم. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.